اعتبر ان هذه المحاكمه كانت وراء حسابات سياسيه معروفه بين حزبين في انتخابات 2016، هما حزبي الاصاله والمعاصره والعداله والتنميه. حزب الاصاله والمعاصره كان يريد ان يورط بن كيران ليتكتشف فيما بعد ان بن كيران لم يسرب اي شيء، وبالتالي اصبح الصحفيون اكباش فداء للصراعات السياسيه. للاسف نحن اعتقدنا في البدايه بان الامر يتعلق فقط بطرف واحد هو رئيس مجلس المستشارين ورئيس لجنه تقصي الحقائق، لكن اكتشفنا ان هنا صحفيين في مواجهه طرف ثاني الذي هو النيابه العامه التي تعسفت في تاويل بعض فصول القانون لجنه تقصي الحقائق حول صندوق التقاعد. النيابه العامه مداخلتها كانت مفاجئه بادانه الصحفيين بالعقوبات السجنيه والتهمه نشر اخبار صحيحه. هذه فضيحه، فضيحه في تاريخ الصحافه، وهذه سابقه ان تتابع مؤسسات شريعيه التي من ادوارها التأسيس لقوانين تحمي الصحفيين من تعسفات السياسة ومن تعسفات السلطة كذلك، نجدها اليوم هي من تتابع الصحفيين وهي من تقود السجن، بل يصر رئيس مجلس المستشارين أن لا يقدم أي تنازل لفائدة الصحفيين بدعوى أنه فقط هو ساعي البريد، بينما نحن نعرف اليوم بأنه من حرك الشكاية بناء على تقرير لرئيس لجنة تقصي الحقيقة حول صندوق التقاعد. نفاجأ على أنه على مستوى نفاجأ اليوم احنا ان المحاكمه ديالنا على مستوى اعلانات المحاكمه هذه اللي كيفاجئنا فيها هو انهم بعد التطمينات كامله اللي تعطات الجسم الصحفي وانه لن تتم اي متابعه بموجب قانون الجنائي في حق الصحفيين في القضايا ديال النشر، نفاجئ اليوم على انه كاين المتابعه بموجب القانون الجنائي. ونعتقد ان هذه من الامور يعني المرفوضه مبدئيا على اساس ان التطمينات اللي تعطات للصحفيين ماشي هي هذه فاش كنا كناقشوا قانون الصحافه والنشر. حنا كنقولوا اليوم اذا كان استمرار ديال المتابعه ديال الصحفيين موجب قانون الجنائي لغيو قانون الصحافه والنشر، دونك ما كيبقى عنده حتى اساس وحتى يعني حتى جدوى. هذه المساله الاولى. بالنسبه للتطورات ديال المحاكمه نحن كنقولها بشكل صريح، اليوم من كان سببا في هذه المحاكمه من صراعات سياسيه ما بين حزبين ورطوا فيها صحفيين اللي كان السبب اليوم يتحمل مسؤوليته القانونيه والسياسيه. كنذكر هنايا السيد رئيس لجنه تقصي الحقائق باعتباره هو اللي قال النهار الاول كاين تسريب واتهم الصحفيين بالتسريب، السيد رئيس مجلس المستشارين اللي كيتعتبر المشتكي في هذه الحاله واللي حال الشكايه ديالو على النيابه العامه ورئاسه النيابه العامه ديك الساعه اللي كان فيها السيد وزير العدل كان هو اللي كيتكلم برئاسه النيابه العامه. فهاد لافير هادي منين بدات؟ وحنا في المنتدى المغربي للصحفيين الشباب قلنا النهار الاول على ان هذه المحاكمه هي محاكمه ما خاصهاش تكون لانها لا تسيء سوى لمسار الديمقراطيه ديال البلاد وتسيء للمسار ديالنا والصوره ديالنا الحقوقيه. بقى مساله اخرى المتعلقه على انه كنعتقدوا على انه رؤساء الفرق البرلمانيه خصهم يتحملوا المسؤوليه ديالهم، خص رؤساء الفرق البرلمانيه داخل مجلس المستشارين يتحملوا المسؤوليه ديالهم في هذا الشيء هذا اللي واقع. هذه المحاكمه هو انا قلتها منذ البدايه هي استهداف بسبب المواقف اللي عبرت عليها داخل مجلس المستشارين، واللي البعض يريد من مجلس المستشارين ان يكون غرفه للتسجيل فقط وانه يصادق على ما يصادق عليه الغرفه الاولى. لكن احنا عرضنا ان نقوم بالنيابه العموميه على حقيقتها، البعض لم يعجبه ما كنا نقوم به، وبالتالي افتعلوا هذه كانوا يبحثون عن تهمه ووجدوها. لكن ما يؤسف هو انه الاخوه الصحفيين مشوا ضحيه في هذا الملف. هذا انا كنعتبرهم ضحيه، ولكن ايضا اعتبره تكميما للافواه وضربا للحق في الحصول على المعلومه ومرور لمحاكمه الصحفيين بقوانين ليست ضمن مدونات الصحافه والنشر، وبالتالي فهم ضحيه وكبش فداء في صراعات سياسيه لا مجال للدخول اليها. ولكن ايضا هذه المحاكمه هي محاكمه للراي والموقف، موقفنا من عامر بيريز طردوه من البرلمان، موقفنا ايضا من تمرير التقاعد اللي ضرب الحق ديال الموظفين، موقفنا ايضا من توزيع الثروات من القوانين الماليه من المشاكل الضريبيه. على العموم كل المواقف التي عبرنا منها كانوا يبحثون عن تهمه ووجدوها في هذا الملف. نتاسف واتمنى ان يكون القضاء في المستوى لينهي هذه المهزله. ارتكب خطا كبير من طرف رابع شخصيه في المغرب
في الدولة اللي هو رئيس مجلس المستشارين ارتكب خطأ بإحالة هذا التقرير اللي هو فارغ، لأنه أصلا الأستاذ عبد الإله بن كيران لا يعرف أسرارا، وأنا كنت ضمن اللجنة لما سألته هل تعرف حقيقة الصندوق المغربي للتقاعد؟ قال بأنه لا يعرف شيئا ولكنه يثق في من قدموا إليه التقارير. طب هذه محاكمة جائرة ندينها بجميع أساليب الإدانة، لأنها تأتي أولا بدل الاتجاه إلى الذين ينبغي أن يحاكمون في هذه الملف، وهم الذين سرقوا أموال صندوق التقاعد، أنه تتم محاكمات السيد الذي فضحهم، وبالتالي أن زعم هذه من أغرب المحاكمات. زيادة عن ذلك أنهم يقدمون في هذا الملف كذلك 4 صحفيين، وبالتالي كذلك هناك المهم يعني هجمة شرسة على حرية التعبير وحرية الصحافة في هذا البلد للأسف. هذه وقفة احتجاجية تندرج في السياق المبادرات الكثيرة التي أقدمت عليها النقابة في مواجهة التعدي السافر على حرية الصحافة والنشر. بدأناها بسلسلة من الوقفات الاحتجاجية، بدأنا أيضا باتصالات مكثفة مع أطراف الملف، سواء رئيس مجلس مستشارين سواء رئيس لجنة تقصي الحقائق بمجلس مستشارين وبأطراف أخرى مرتبطة بالملف، وأيضا تابعناها بمراسلة جميع رؤساء الفرق بمجلس مستشارين ندعوهم إلى تحمل مسؤوليتهم في هذا التعدي السافر على حرية الصحافة، لأن مجلس مستشارين كمؤسسة نيابية تشريعية كنا ننتظر منه أن يعمل ويجتهد ويناضل ويشتغل من أجل الدفاع على حرية الصحافة، من أجل تكريس حرية الصحافة والنشر، ولم نكن نتوقع في يوم من الأيام أن مجلس مستشارين سيقدم على رفع الشكاية ضد الصحفيين للتضييق على حرية الصحافة. مؤسسة البرلمان موجودة للتشريع الجيد بالقوانين التي تحمي حرية الصحافة، موجود هذا المجلس لمراقبة الأداء الحكومي في صيانة حرية الصحافة والتعبير، ولا يمكن أن نسلم بأن هذا المجلس يوجد لمحاكمة الصحفيين للتضييق على الصحفيين. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب، بارتاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.